الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية والجهات القضائية في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق، حيث أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت، كما تسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته ليكون نظاما قضائيا متطورا يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته وتيسير إجراءاته بالسرعة المطلوبة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم لحرص الرئيس السيسي على الالتقاء بهم في إطار الاحتفال بعيد القضاء، لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذي تعيره الدولة للمنظومة القضائية. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن جيش بلاده الذي بات يسيطر على مدينة ليمان الاستراتيجية في شرق البلاد سيستعيد الأسبوع المقبل مدنا أخرى في منطقة دونيتسك التي أعلنت روسيا ضمها رسميا. وقال زيلنسكي إنه خلال هذا الأسبوع تم رفع أعلام أوكرانية فوق دونباس حيث تقع مدينة دونيتسك، مضيفا أنه سيتم رفع مزيد من الأعلام خلال الأسبوع المقبل. رحب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بسيطرة الجيش الأوكراني على بلدة ليمان شرق البلاد، وقال إنه نجاح مشجع في ساحة المعركة ومن شأنه أن يخلق معضلات جديدة للجيش الروسي، حيث استخدمت روسيا بلدة ليمان كمركز لوجستي لنقل عملياتها في شمال منطقة دونيتسك. وأشار أوستن أيضا إلى أن ليمان تقع عبر خطوط الإمداد التي استخدمتها روسيا لدفع قواتها وعتادها إلى الجنوب والغرب، مع مواصلة روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت قبل أكثر من 7 أشهر. حذر رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية توني راداكين من إمكانية أن يضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المملكة المتحدة ويعطل أنظمة اتصالاتها ويعزلها عن العالم. وقال راداكين أن الرئيس الروسي لديه القدرة على مهاجمة الجي بي أس والأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات، وأشار إلى أنه توجد مجموعة كاملة من الخيارات التي يمكن أن يستخدمها بوتين ضد الغرب، من تخريب الغواصات والصواريخ النووية إلى الحرب المعلوماتية. أكدت شركات غاز بروم الروسية في بيان لها إمكانية إنهاء عقد توريد الغاز إلى مولدوفا في أي لحظة بسبب عدم سداد الديون السابقة. وأعلنت الشركة أنها زودت مولدوفا بكمية من الغاز بلغت 5,700,000 متر مكعب يوميا في أكتوبر. وقال البيان إن مولدوفا تنتهك بانتظام أحكام العقد فيما يتعلق بشروط سداد قيمة كمية الغاز الموردة حديثا. لقي 129 شخصا حتفهم وأصيب نحو 180 آخرين خلال تدافع وشغب بعد مباراة كرة قدم في استاديوم مقاطعة جاوا الشرقية في إندونيسيا. وأمر رئيس إندونيسيا جوكو ويديودو رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم بإيقاف المباريات لحين اكتمال التحقيق في الحادثة. وطلب ويدودو السلطات بإعادة تقييم التأمين بمباريات كرة القدم. وأوضح قائد شرطة مقاطعة جاوا الشرقية للصحفيين أنه بعد المباراة التي فاز بها بيرسيبا سوروبايا ب3 أهداف مقابل 2 على إرما، اقتحم مشجعو الفريق الخاسر أرض الملعب وأطلقت السلطات قنابل غاز مما تسبب في التدافع وحالات الخناق. لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخران بجروح خطيرة إثر تحطم مروحية تابعة للبحرية المكسيكية بولاية تاباسكو. وذكرت صحيفة ميلينيو على موقعها الإلكتروني أن ممثلي السلطات وصلوا إلى موقع الحادث، لافتة إلى أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن معلومات حول أسبابه المحتملة. هذا ولم تعلق الإدارة العسكرية على الواقعة. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.